بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة الشهر الكريم ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة. يا رب يكون شهر حلو زي كل سنة، ونستمتع كلنا بأوقات رمضانية جميلة، وبالصلاة وبالصوم وبالهدوء النفسي وبالراحة النفسية. لأن بصراحة الراحة النفسية يمكن أكتر حاجة ممكن ننصح بيها في علاج كل جسمنا، يعني حتى بما فيها العين. يعني كل ما كانت الراحة النفسية موجودة كل ما كان جسمنا كله بقى كويس بما فيها العين كمان. من الناحية العضوية أنا دايما بننصح نشرب مية كتير بعد الصلاة بعد الفطار، لأن المية من الحاجات المهمة لعلاج الجفاف. شرب المية من الحاجات اللي بيساعد على علاج الجفاف. المية الكتير اللي بشربها دي بتساعد طبعا الجسم ككله. بالنسبة لي أنا لما بيجي لي مرضى عندهم جفاف في العين، فدايما بنصحهم بعد اذنكم بعد الفطار ما ننساش الميه، ونشرب ميه حتى بزياده شويه عشان نعوض فتره الصوم ويقلل ده الجفاف عندي في فتره الصوم. الحاجه الثانيه طبعا مرضى السكر برضو، انت عارفين الحلويات بتزيد في رمضان، وبشوف مشاكل كتيره جدا مرضى من مشاكل الشبكيه ومشاكل جسمهم حتى، وغيبوبات من السكر من كتر الاكل الحلويات بزياده. خلي بالكم وخليكم حريصين، يعني السكر مش هيروح، بس ناخد اللي هو مسموح لنا بيه، الكميه اللي مسموح لنا بيها، ويعني يمكن السكر الدايت او الحاجات دي يكون اخف شويه، بس ايا كان نقلل السكريات عشان خاطري، لان الضرر منه اكتر بكتير من الفايده. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يكرمنا ويكرمكم ويكون شهر الخير علينا وعليكم يا رب.